تواصل وزارة التجارة والصناعة متمثلة في فرق التفتيش التابعة لإدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك جولاتها التفتيشية على المجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، حيث نفذ فريق تفتيش مركز الجبرية للرقابة التجارية بوزارة التجارة جولة تفتيشية على الجمعيات التعاونية في محافظة حولي لرصد السلع وتحديد أسعارها من خلال تطبيق النظام الإلكتروني للمخالفات. نتابع وإياكم تقرير الزميل نواف الشراكي. جولات تفتيشية متواصلة تنفذها فرق التفتيش بإدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة على الجمعيات التعاونية في محافظة حولي. اليوم قمنا بجولة هي اعتيادية بالنسبة لنا، يوميا نقوم بجولات تفتيشية على الأسواق المركزية أو الأسواق الموازية لمراقبة الأسعار والحد من المخالفات التجارية. الجولة اليوم بدأنا فيها منذ الصباح لمراقبة الأسعار، كان عندنا تعاون مع إدارة الأسعار بالأسعار السلع وحد من ارتفاعها وتوحيد السلع الأساسية. عندنا حوالي 39 سلعة تقريبا محددين أسعارها، والله التعاون بيننا إن شاء الله تعاون جيد بيننا وبين الأخوان في اتحاد الجمعيات بخصوص الأسعار أو في أي قرارات يتخذونها نكون احنا مشاركين فيها أو لنا رأي فيها. الآلية الضبطيات احنا كل شيء تحول عندنا من ورقي إلى إلكتروني اللي سعت فيه وزارة التجارة لتحويل المعاملات الورقية الإلكترونية بتسجيل المحاضرة وشعارات المراجعة أو شعارات المخالفة وتحويلها إلى جهات الاختصاص اللي هي النيابة التجارية. الجولة التفتيشية تضمنت مراقبة ورصد السلع وتحديد أسعارها والتأكد من بلد المنشأ وتفعيل النظام الإلكتروني للمخالفات. جولات عندنا معتادة على الجمعيات التعاونية، من خلالها نشوف المخالفات الموجودة ونرصدها من خلال عمل محضر إلكتروني. طبعا في إجراءات قبل المحضر تكون هو إشعار مراجعة أو استدعاء أن يراجعون المركز، وبعدين نقوم بعمل المحضر الإلكتروني ونحول الجهة الاختصاص. وتهدف وزارة التجارة والصناعة من خلال الجولات التفتيشية هو المحافظة على حقوق المستهلكين وتطبيق القوانين والإجراءات التي تتخذ بحق من يخالفها. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.